شوفوا يا عمراتي، حلوى بدون طابه اقتصاديه وتمتم اتوجديها. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه وما ناقصكم حتى شي خير. ومرحبا بكم معايا في قناتكم وفي بيتكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم اختكم نوريا اليوم طلعت عليكم بواحد الوصفه، واحد الحلوى بدون طابع اقتصاديه سهلة التحضير، في 10 دقائق تكوني وجدتيها في هذه المناسبة. إن شاء الله تعجبكم وتكون في الحزن هذا نتاعكم. شوفوا كيفاش خفيفة ظريفة اقتصادية وبنينة بالبزاف. نعرف باللي راني غيبت عليكم بالبزاف، يعني طولت في الغياب، لكن والله ما فيش تفاعل، ما فيش تفاعل. نتمنى حبوباتي الغاليات والغاليين لايك والمشاهدة وفعلوا جرس ليصلكم كل جديد باش بكم انتوما تطلع على القناة. المهم وصفتنا اليوم ان شاء الله تعجبكم كما تشوفوا، وراح نقسم لكم منها تبل 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 فقط اقتصادية. وانتي حضرتي لوليداتك ولعائلتك احلى حلوة او يعني طبق هايل بنين. شوفوا كيفاش حنقسم لكم منها طريه بالبزاف، يعني تذوب في اليد قبل الفم، ما فيهاش خلاص تعقيدات. والمقادير عندك في البيت حبيبتي. يلا نبدو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا هذه ديما ماركاري ديما، ولا هايله للحلويات حتى للأكل، هايلة بنينة بالبزاف، بنتها روعة. مهم 250 غرام مارغرين، لابد تكون شوية طرية باش تقدري يعني تخدميها بالباتر مليح، يعني حتى تولي كريمية. ومن بعد عاد نضيف لها المقادير، هنخلطها مليح بالباتر. شوفوا كيفاش. من بعد نضيف لها كاس سكر ناعم، كاس سكر ناعم اللي تعبري به السكر، عبر به كل المقادير. نضيف لها ملعقة فاني، ملعقة صغيرة فاني كما تشوفوا، فاني بودرة، وملعقة تقريبا صغيرة تاع مبشور الليمون، يعطيك بنة في الحلوة تاعك. سهلة مهلة اقتصادية ما فيهاش حتى تعقيدات. تخلطي مليح بالباتر حتى تولي كريمية، لابد الحلوة تاعك تولي كريمية باش يعني في الأخير تكون طرية. المهم خلط مليح بالباتر، ما شاء الله هايلة بنينة واقتصادية. اللي يحبوا الوصفات الاقتصادية، هنا نصف كاس زيت، حنضيف لها نصف كاس زيت يعطيك طراوة للحلوى تاعك. كذلك نخلط مليح بالباتر، يعني غير جربوا هاد الحلوى والله راح تعجبكم وتعجب وليداتكم. خلط مليح بالباتر، دائما الحواف، يعني خلط الحواف. بعد نعاود نخلط بالباتر حتى تحسي كل هذاك السكر يعني ذاب، يعني وتولي لك كريمية. ما تنسوش حبوباتي دائما ذكركم بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حبة بيض كاملة، ومن بعد نضيف لها صفار بيضة. صفار بيضة تخلي الحلوى تاعنا يجي هذاك اللون فيها كما شفتوا في الحلوى تاعنا. مهم نخلط مليح هذاك البيض مع المقادير، وتعطي كميه يعني لا باس بها، كميه مليحه. خلط كذلك الحواف، والله واش نقول لكم على هذا الحلوى، واش نقول لكم، واش نحكي لكم، حاجه فور وبنينه بالبزاف ودو ذوبان. هنا حنضيف الفرينه، ملعقتين فرينه معها كيس خميره الحلويات فقط، ما تكثريش خميره الحلويات باش ما تجيش يعني
يعني كي طيب يعني ما يكونش هذاك القشور فيها في الحلوى تاعك. المهم نضيف كيس خميرة الحلويات ونخلط كذلك فقط بالسباتولا، وتخلي لابد تخلي الحلوى تاعك طريه بالبزاف كأنها بيتي فور. خلط مليح. ان شاء الله حبوباتي تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. خلط مليح، من بعد تشوفوا في الاخير يعني الطراوه تاعها تجي طريه، ما تجيش كيما الحلويات. هنضيف كذلك الفرينه، من بعد نخلط فقط باليد باش نعرف الحلوى تاعنا. سهله مهله، شوفوا كيفاش تجي طريه. راح نحطها فقط، شوف نحط البلا تاعي ونحط له ورقه طهي. وعندي هذا الحلواني، يعني اذا كان عندك حلواني يعني بال يعني كيس الحلواني، اذا عندك كيس الحلواني تقدري تعمليها بكيس الحلواني فقط. انا هذا اللومبوط. وهي الحلوة تاعنا ان شاء الله تعجبكم، سهله مهله في 10 دقائق، وانتي خدمتيها لعائلتك حتى لضيوفك، يعني جاو ضيوفك على غفله ما عليك غير هذه الوصفه سهله وبالخف حتخدميها. هاوينا شوفوا كيفاش، حتى الشكل تاعها جاهيل بسيط بدون طابع بدون تعب. وتقطع لك كمية مليحة، هذه الكمية ماشي هي لي كل قطعت لي فقط، هذا النصف تاعها يعني كمية كانت باقية. يعني والحبة يعني كما حبيتي الحبة، تقدري تكبريها تقدري تصغريها. وإن شاء الله حبوباتي تعجبكم هذه الوصفة وتكون في الحسن الظن تاعكم، مع فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.